أنا كنت عايشة بسويسرا مش عايشة هون، كان عندي هونيك جمعية وجيت على لبنان حسيت في نقص كبير بدور المرأة، فكرمال هيك جمعنا مجموعة نساء وبلشنا نعمل الخير، بلشت مع الأخت يسرا ومع كم سيدة معنا هون. الخير بلش عنا بمناسبات، بلشنا نشوف انه في عنا كتير فقراء ما حدا منتبه لهم، في بيوت ما حدا منتبه انه في ناس بقلبها، في من نساء مقعدات ما بيقدروا يقوموا وهن جيران لحدا، ما حدا فتح الباب وشايفهم. فعملنا بكل حي تقريبا سيدة، بكل قبيلات عنا بكل حي في سيدة هي بتشوف بتعاين بتيجي بتخبرنا انه هون في وحدة فقيرة، هون في ناس ما عندهم تياب عيد، هون في ناس ناقصهم هيدا الشيء. ونحن لما يجينا مساعدات انا دغري بوزع على النساء اللي عندي الموجودة ضمن هذا الفريق، وهودي النساء هن بيعرفوا كل وحده شو بدها، حتى لما يجينا طيب بيعرفوا مقاساتهم، مقاسات اجريهم، بيعرفوا حتى الرجال شو بتلبس، يعني معينين كل المنطقه. في منظمات بتيجي على لبنان طبعا بتساعد جمعيات كبيره، ولكن هيدي المنظمات تعرفت علينا شفتنا كيف بنشتغل فوثقت فينا، عاده المنظمات الكبيره ما بتوثق الا بجمعيه موثقه، ولكن شفتنا مجموعه نساء عم نشتغل بطريقه كثير مميزه، فدعمونا كل شهر رمضان مثل ما انتم شايفين، هذا كله بدعم من احدى المنظمات من بريطانيا. شافوا عنا فريق طبخ كامل، حتى عنا صفحة على الانترنت منعلم فيها الطبخ، فيها 40,000 مشترك، ومثل ما انتم شايفين كله جهد شخصي من النساء، كل مرة بتجي شاطرة بشغلة هي بتطبخها، وعند عشية نحن بنطلع كمان بإيدينا بنوزع الأكلات اللي بنطبخها. الحمد لله من موقعنا نحن بنحب نساعد الأضعف منا، ونحن الأعلى منا بيساعدنا بالدعم المادي ونحن بالجهد يعني. والحمد لله إلنا سنين من قبل القصة السورية يعني الحرب السورية، دايما نحن بنركض ورا وين في ناس محتاجة وهيك وبنساعد لها، ونحن فريق من قبل ياس كبير لقينا حالنا الحمد لله عندنا نشاط وهيك، عملنا تجمع نساء قبل ياس، لكن شيء جهد شخصي يعني ما بناخذ من حدا، الا مثل انا شخصيا عندي اختي عمانيه من سلطنه عمان وعندي بناتي بالامارات بيدعموني لحتى لي انا اوصل هالمساعدات او زكى اموالهم او كفاله ايتام عبري انا يعني، وانا مثل اماناته بوصلها والحمد لله يعني هالشيء بيوصل لنا سنين وصار عندنا خبره. انا بصراحه كله بوزعه بايدي، حتى عندي مثلا شخص معين عندي ثقة فيه لكن بروح أنا وياه وما بحب سلم الأموال لحدا لأن هاي أماني عندي أنا، والحمد لله عندي صحة وعندي بقدر أوصلهم يعني، ولحد إسا أنا ما بسلم حدا، كله يعني حتى اللي بدلني حدا بروح بتحقق وبروح أنا وياهم. أنا مسؤولة عن حي المسيحية، فنحن كلنا إيد واحدة، كلنا بنعمل أعمال خير وكلنا متحدين مع بعضنا، وهلأ عم نشتغل إشياء لرمضان، كلنا عم نتفق إن كل يوم عم نتقسم، كل الناس بيجوا بنهار معين، أنا عم أقدم ساعتين أو ثلاث ساعات بنهار ما عم بقدر أكتر لأنه عندي عائلة وعندي أولادي بالبيت، بس الحمد لله عم نعمل نشاطات كتير حلوة. وبتشكر كل النساء اللي معنا يلي عم بيقدموا جهودهم وعم يتركوا عيالهم وعم يتركوا بيوتهم لحتى يكونوا معنا.